محمد الازرق، عندي اخويا انا قهوه من 2011 وانا كنخدم فيها. فجات كورونا في 2020 19 شهر 3، جات السلطه حليت سدوا لي القهوه، داو لي الرخصه. مي داو لي الرخصه اخويا مشيت عند السلطه بغيت الرخصه ديالي، قال لك ما يمكنش نعطيها لك حيت الرخصه انا ماشي في سميتي، في سميت مول القهوه. مشيت عند القايد قلت له الله يجازيك بخير بغيت الرخصه باش نخدم، قال لي الرخصه ماشي في سميتك، في سميت مول القهوه. قال لي خص مول القهوه ضروري يجي باش نعطيوه الرخصه، نعطيوه الرخصه ليدو. مشيت عند مول القهوه قال لي ما يمكنش نعطيك الرخصه ديال الفرصه اللي ناخذ المحل ديالي. رجعت عند القايد قال لي ما يمكنش نعطيها لك، كي خصك تجيب ضروري مول القهوه اللي في سميتو الرخصه. رجعت عند مول القهوه قال لي ما يمكنليش نعطيك الرخصه. من 2020 19 شهر 3 وانا مازال ساد مول القهوه مول المحل، كيطالبني بالكره 130 الف ريال في الشهر، كل 3 شهور كيجيب لي الانذار. كنخلص في المحكمه من 3 شهور كنخلص في المحكمه، درت طلب بالرخصه مول المحل مات، بقاو غير الوراثه. رجعت درت طلب ديال الرخصه ديالي، جيت هنا للمقاطعه قالوا لي جيب هاد الورقه، جيب هادي، جيب درت كروكي للقهوه مهندس، صبغت القهوه، جبت الشروط ديالي كامله اللي خصها ديال الرخصه. هادي دابا 8 شهور وانا دافع هاد الرخصه هادي. هاد الناس هادو هما من بيرو لبيرو كيديوني، كل كندخل لهاد البيرو كنلقاه مسدود، كندخل لهاد البيرو مسدود. ما بغاوش يعطوني هاد الرخصه هادي. هادي 8 شهور سنالي القايد، سنالي الشرطه الاداريه، خرجت عندي اللجنه للقهوه، كل شيء وافق. رئيس المقاطعه كنجي باش يسنيني على الرخصه، ما كنلقاش، كيقولوا لي مسافر، هو في فرنسا، هو في الميريكان، هو في طنجه. يعني ما كنجي من 9 ديال الصباح وانا واقف هنايا على رئيس المقاطعه باش يسنيني هذه الرخصه، ما كنلقاش، ما بغاش يسنيني هذه الرخصه. شنو السبب؟ مازال ما عرفت انا شنو السبب، شنو السبب، الله اعلم شنو بينه وبين هذا مول القهوه، الله اعلم. انا ما فهمتش علاش ما سناليش هذه الرخصه. 900 رخصه اللي تسنات، حتى 800 رخصه، هذه 8 شهور من غير الرخصه ديالي انا اللي ما تسناتش كاع. فيما ندخل لشي بيرو كنلقى الدوسي ديالي كيقول له عيفيزيه النائب ديال الرئيس. انا ما فهمتش شنو هو المعنى ديال الدوسي ديالي انا بدون هذه الدواسه ديال الرخص اللي عيفيزيه لي انا الدوسي ديالي. والرخصه ديالي شكون راه مخزونه لداخل، الرئيس المقاطعه ما بغاش يسنيني عليها، شنو السبب ما عرفتش. لا كان بينه وبين مول القهوه شي حاجه، صحاب الله اعلم. مول القهوه كيطلقاني كيقول لي هذاك الترخيص والله ما تاخذه، كنقول له علاش، كيقول لي انا كنضربك بسلاحك. انا هذا السلاح ما عرفتوش شنو هو، هذا السلاح اللي كيضربني مول القهوه بسلاحي. عندي عقد الكرا، ها هو عقد الكرا عندي، جبت لها مروان هذا عقد الكرا، ها هو عندي عقد الكراء، انا كاري. ملي كنجي باش يسنيو لي هاد الرخصه كيقولوا لي التعرض ديال من هاد التعرض، واش التعرض ديال مول المحل اللي كياخذوا فلوسه؟ التعرض كيكون من السكينه، من الجيران، الجيران واقفين معايا هما هادو كاملين اللي عنده المحلات هنايا حدايا هما انا جبتو معايا. والسكان كيقول لك التعرض ديال من هاد التعرض ديال مول المحل اللي كاري اللي كياخذوا فلوسه كل شهر. هذاك التوصيل ها هو ديال الكراء، اخر توصيل ها هو، فين هو التوصيل؟ في 2022 خلصت 4.5 مليون، هادي في 7 شهور التوتال ديال الكرا. هادي من 2020 19/3 من سدت لي السلطه خلصت 21 مليون وانا مازال القهوه مسدوده. اي واحد حل في كورونا خدع عقوبه 15 يوم شهر، انا خديت عقوبه ديال 2.5 عامين. بغيت نعرف انا راسي شكون انا، واش انا ماشي مغربي؟ سيدنا جلاله الملك كيقول لهاد الناس سهل مع المواطن، يديروا حل مع المواطن. هاد الناس عذبونا في حياتنا، كرهونا في حياتنا، ولادنا خرجنا من المدرسه تشردنا، بعدنا طوموبيل بعناها، ومازال مول القهوه كيضغط عليا، كيصيفط لي الكرا 130 الف ريال في الشهر. يعني من 2020 19/3 خلصت 21 مليون، كنجي لهاد المقاطعه كيديوني من بيرو لبيرو. رئيس المقاطعه اللي عايزني لي هاد الرخصه ما كاينش، راه مسافر. انا ما عرفتش هاد الشيء شنو، هذا الشيء ما عرفتوش. الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق،
اكبر يا اكبر. عصابه راه هنا مجموعه هنايا، عصابه هذه جبت باش نحل البيادر الاداره ما كانوش شاف لي بواط البيادر كاين في الاداره. مشيت اخويا خرجت مفوض قضائي للمقاطعه هنايا لهاد الناس، واش لخصني شي ورقه لهاد الرخصه نجيب هاد اللي يطلبوا لي شي ورقه شي حاجه. جا مفوض قضائي، ها هي الورقه، مفوض قضائي خرج للمقاطعه، جا عند رئيس القسم ديال الرخص قال له هاد السيد علاش ما عطيتوش الرخصه، شنو السبب، واش خصو شي ورقه، واش خصو شي حاجه. قال له هاد السيد جاب الشروط ديالو اللي موفره كامله اللي طلبنا له للرخصه باش نعطيو الرخصه. شكون قال له علاش ما عطيتوش الرخصه؟ قال له رئيس المقاطعه ما سنالوش. الله اعلم. ها مفوض قضائي ها هي خرج للمقاطعه ديال هنا ديال زواغه، طلب له هاد السيد علاش ما عطيتوش الرخصه؟ قالوا له الشروط ديالو موفره كامله كل شيء عنده، ورئيس المقاطعه ما سنالوش هاد الرخصه. انا ما عرفتش، بغيت انا الفرقه، بغيت سيدنا جلاله الملك الله ينصرو، بغيت يشوف هذا الفيديو هذا ويشوف هذا الظلم، هذا الظلم هذا اللي انا سدي اللي في ظروف كورونا في 2020 19/3 وانا مخلص 21 مليون، وهاد الناس معذبيني في حياتي، وهاد الناس كامله ساكنه حدايا وهاد القهوه مازالها مسدوده. هاد الناس صحابنا يخدمونا وما عذبونا، هاد الناس ظلمونا. كنطلب مساعده الوالي الله يخلي لنا مساعده الوالي يشوف هاد الفيديو هذا وتدخل في هذا الدوسي الله يجازيه بخير في اقرب وقت، الله يجازيه بخير بسعادة الوالي، الله يرحم الوالدين. وعندي كل شيء قانوني، ويجي يشوف يجلسوا معايا الارض واش ما عنديش شي حاجه قانوني. وعاش الملك، عاش سيدنا، سيدنا جلاله الملك الله ينصرو، الله ينصرو. يشوف هذا الفيديو هذا الله يجازيه بخير، وهاد الناس راهو ظالميننا وراهو ظلمونا. وهاد الدراري اللي معايا خدامين عامين عامين ونص، ثلاثه ديال الخدامه كيجي عندك كيقول لك عطيني انا 200 درهم، انا من عند نجيب لها له انا، ولا السد السد العائلات اللي تشردوا هاد الناس موقفين هاد العائله. يديروا معايا تحقيق واش عندي شي حاجه قانونيه ولا ما عنديش شي حاجه قانونيه، كل شيء انا قانوني، عندي التواصل ديال الكرا كنخلص مول الكرا، عندي عقد الكرا، عندي كل شيء. رئيس المقاطعه ما بغاش يسني لي، ما نعرفش شنو هاد رئيس المقاطعه باغي، واش باغي نحرقوا راسنا عنده هنايا ولا شنو. كنطلب من سيدنا جلاله الملك الله ينصرو، الله ينصرو، الله ينصرو الفرقة الوطنية، تدخل في هذا الدوسي هذا ودير تحقيق في هذا الدوسي، الله يجازيك بخير، الله يرحم الوالدين. كنطلب من سيدنا جلالة الملك الله ينصرو، يشوف من حاله، يشوف هذا الدوسي، الله يجازيه بخير.